بيحصل في الشركة ده مش عاجبني يا ستي. ما هو عشان كده أنا طلبت نقعد القعدة دي عشان نعمل حد للي بيحصل. حضرتك أنا طالبة صلاحيات كاملة لشغلي، وأنا أكيد بعمل كده لمصلحة الشركة، مش بعمل كده حبا في السيطرة. في حد سحب منك صلاحياتك؟ أنت تقريبا بتحرك كل الشركة. والله رفعت بقى مش شايف كده. يا فندم مقدمة لي ميزانية هامش ربح الشركة تقريبا أقل من 5%. حضرتك صاحب الشركة، لو موافق على كده أنا ما عنديش مشكلة، تحت أمرك. النسبة دي صح؟ صح يا فندم، بس الفكرة كلها إن ده كلاينت جديد ومهم جدا في السوق، ونسبة التعامل بتاعته 50 مليون في السنة. فيها إيه لما أنا أحاول أكسبه وأجي على نفسي شوية في المكسب، أو بعد كده أخد اللي أنا عايزاه؟ فين الخسارة في كده؟ بس أمال لك المبلغ ده مش سهل عشان أوافق عليه. أوكي، وأنا استقالتي جاهزة. بعد إذنك. مبسوط كده؟ بعد إذنك يا مستر روف.